هذا واستطلعت كاميرا السودان اليوم عددا من النخب والصحفيين حول كيفية أن يصل المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير إلى اتفاق يزيل حالة التوتر التي تعطر المشهد. هنالك احتغان وحالة قطيعة ما بين المجلس العسكري وبين تجمع المهنيين والشارع السوداني، فتحتاج القضية لتقديم العديد من التنازلات إذا كان من المجلس العسكري أو من قوة التغيير، وتوصيل رسالة حقيقية في أنه كيف نتعامل مع الأزمة الحالية الآن الموجودة. إذا كان المجلس العسكري أو قوة التغيير، فيجب أن الناس تعيد الخطوات وتتعامل على أسس، على تخطيط استراتيجي في المرحلة القادمة. وأنا حرية تركزت عن الإيفاء بوعودها بفتح المسار الذي يتعلق بكوبري سكة حديد، باعتباره هذا الكوبري نهايته عند ساحة الاحتصام، مما يعني فض الاحتصام بطريقة غير مباشرة، وهذا ما رفضه المجلس العسكري باعتبار أن هذا الكوبري هو الشريان الذي يغذي بحري بالخرطوم، وكذلك لم تكن هذه قضية التي اختلف حولها الطرفان. هنالك قضية أخرى كانت مثل حقل الغام ملغومة ربما تنفجر في أي لحظة. فيما يتعلق بالقوة السياسية، إذا كانت هي بتراهن على الشارع الآن بدأ في تناقضات في حديثها نفسه، إذا كان هي بتعول على المحتصمين. المجلس العسكري يمكن أمس وقع في خطأ، يمكن أنا من الحادث اللي انتبهت لها، في كل مرة كان بيطلع مثلا من خلال الجلسة لما يطلعوا بعد نهاية الاجتماع كان بيكون في اجتماع مشترك، كان بنشوف يعني ممثل من المجلس العسكري وبنشوف ممثل من قوة الحرية والتغيير. أمس الحادث غابت، فبقى كل زول زي دار يصهر للطرف الثاني أنه هو على حقيقة. حتى بعد ذاك امس بعد التصريح الادلبوي النطيار اسمه مجلس الكباشي طلع برضو التجمع وحريه التغيير بمؤتمر برروا فيه انه هم نحن تم الاتفاق عليه، ده الكلام اللي حصل الليله ثاني صباحيه اليوم برضو حصل يعني زي توضيح برضو من المجلس العسكري. كان ممكن يتلافوا الحاجه دي يعني بلغاء او يعني مؤتمر صحفي مشترك صغير، كل زول يقول ده اللي اتفقنا عليه ونقعد الاختلاف كده، وان شاء الله الجولات تتواصل.